احنا كل اول ناس فتحنا موضوع احمد عادل واسناد ليه ملف كره السله في نادي الزمالك، واحنا اللي اتكلمنا فيه امبارح. بعد ما اتكلمنا فيه في تفاعل كبير جدا جدا حصل على صفحات جماهير الزمالك، وهرالك هم كاتبين ايه. طبعا انت عرفت ان خلاص النادي الاهلي هيتعاقد مع اوجوستي الاسباني اللي كان بيدرب الزمالك في كره السله الموسم الماضي. طبعا. وطبعا عقده انتهى والزمالك ما جددلوش. بص بقى قايل لك ايه، بعد ما تم الاتفاق على كافه الامور نادي الزمالك جاب مدرب اسباني علشان يدرب اسمه سجورة. تدين بقى على العاب الصالات، بيقول لك بعد ما تم الاتفاق على كافه الامور نادي الزمالك بيتراجع عن اتمام التعاقد مع المدرب الاسباني سجورة، وذلك من اجل ارضاء احمد عادل اللي تولى ملف كره السله، وارضاءه ضمان تأييده الكامل في الانتخابات. وبيقول لك مجلس الاداره الحالي بالاسد حسين لبيب لم يحقق اي نجاحات تذكر في ملف كره السله، فشل في اداره ملف اللائحه والتي طبقت من قبل اتحاد اللعبه رغم انفه، فشل في التجديد لاوجوستي والذي انتقل للنادي الاهلي ووقع عقد تدريبه، فشل في التجديد للمحترف الامريكي ولتر هودك والذي رحل ايضا عن صفوف الفريق، فشل في التعاقد مع اي مدرب اجنبي بقى له شهر بيتفاوض مع مدربين، وعندما وجد مدرب يصلح للفريق وهو سجورة لم يتمم التعاقد، فشل في تدعيم الفريق رغم رحيل افضل ثلاثه كانوا في صفوف الفريق الموسم الماضي، فشل في إدارة ملف قطاع الناشئين بالنادي، وإن بقى سداح مداح ومجاملات صارخة سواء في الأجهزة الفنية أو الإدارية. الفشل الأكبر هو فشل في تجهيز الفريق للموسم الجديد، وهو الفريق الذي حقق بطولة أفريقيا ودور السوبر. فريق السلة يرجع على يد حسين لبيب 100 خطوة للخلف. فطبعا احنا كنا اول ناس اتكلمنا في موضوع احمد عادل وموضوع انتخابات وانه جاي مجامله ومش مجامله، وان ده كان موجود مع مجلس الاداره اللي تم حله من قبل وزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي، ازاي يتم اسناد ليه اللعبه واسناد الاشراف على اللعبه. فطبعا احنا الحمد لله بعون الله يعني عندنا مصداقيه عاليه جدا والناس بتثق فينا، فاحنا اول ناس فتحنا الملف ده فتجاوبت معانا كل جماهير الزمالك، تجاوب معانا كل المهتمين بكره السله وبالعاب الصالات داخل نادي الزمالك، وبداوا طبعا يطلعوا كشف حساب لمدير او رئيس اللجنه الحاليه اللي بتدير نادي الزمالك، وبداوا يعدوا الفشل الذريع اللي فشل فيه هو واللجنه اللي بتدير في الايام الاخيره او في الفتره الاخيره. وده احنا اللي قلناه انه احنا سندنا لحسين لبيب بقوه، ولكن فجاه يعني الموضوع تحول الى انتخابات بحته والزمالك خارج الحسابات بالمره. وانا قلت للناس حسين لبيب راجل صديقي وتربطني كانت بيه علاقه قويه، ايه اللي يخليني اختلف؟ ما طبلتك ليه زي اللي بيطبلوا؟ لان انا بحب وبحترم الزمالك وما بتجرش بالزمالك بس. واحمد عادل خير دليل على ان الراجل شغال انتخابات وبيدمر الزمالك،